السلام عليكم. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإنترنت الميت، مصطلح غريب أوي صح؟ هنتكلم النهاردة عن تفاصيل الموضوع ده بالكامل. طبعا واضح جدا بالنسبة للناس كلها إن الخط الفاصل بيننا وبين الرابط بقى ضبابي أكتر وبيقل يوم عن يوم. نظرية الإنترنت الميت بقى كانت بتحتوي على بعض الشذرات اللي بتبان إنها حقيقية بالنسبة لعصرنا. بعض الخبراء تنبؤوا إن جزء كبير أوي من شبكة الإنترنت هيتم إنشاؤه عن طريق ال AI. بيقول أحد مستخدمين أجورا رو واللي كان من رواد النظرية إن الحكومة الأمريكية منخرطة في عملية الإنارة الغازية المدعومة بال AI لسكان العالم كله، وادعى المستخدم ده إن الإنترنت مات في 2016 و 2017 وإن كل اللي بنشوفه محتوى تم إنشاؤه بشكل مصطنع، يعني كل اللي كنا بنشوفه حقيقي بشكل قاطع وغير قابل للشك بقى مزيف بشكل كبير أوي. وبالفعل تبين بعد كده إن النظرية دي قدمت لنا بعض مسارات التنقل لمستقبل بقى من الواضح إن هو حتمي. يعني لو جينا نفكر شوية هنلاقي بالفعل إن ال AI مسيطر على حاجات كتير أوي، والخبراء بيقولوا إن الموضوع ده هيتضخم قريب أوي. بيقول البروفيسور تيموثي شوب من معهد كوبنهاجن للدراسات المستقبلية إن بحلول سنة 2025 و 2026 هيتم إنشاء حوالي 99% من الإنترنت عن طريق ال AI، والموضوع بقى أسوأ لأن الناس كانت متوقعة إن الموضوع ده مستحيل يحصل على اليوتيوب، لأن الناس كانت فاكرة إن الخوارزمية بتاعت اليوتيوب هتعرف تفرق بين البشر والاي آي. مش بس كده، ده كمان في تقارير لشركة إمبيرفا السنة اللي فاتت بيقول إن حوالي ربع إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت بيرجع للروبوتات السيئة اللي بتنشر الهجمات الضارة. وصلت المخاوف دي لذروتها مع الارتفاع الأخير في شعبية الاي آي لأنها بقت مفتوحة المصدر للناس كلها وبأشكال كتير جدا، زي مثلا الوجوه اللي بتعمل محتوى حاليا. اكتر ناس اتضروا من الموضوع ده الفنانين، وده بسبب انشاء حرفه بتاخد سنين بسهوله مطلقه. بس الرعب هنا مش الجوانب الملموسه للمحتوى اللي نقدر نشوفها ونسمعها ونتفاعل معاها، حتى الخوارزميات نفسها زي بتاعه اليوتيوب مثلا بتتاثر برضه بالاي اي ده. حتى الانظمه اللي صممها الخبراء علشان تكشف عن الاي اي هي نفسها بتستخدم الاي اي. لازم تعرفوا ان مع الوقت ال AI والروبوتس هيغيروا الطريقة اللي بنتصرف بيها مع بعض، لكن لازم تعرفوا إن ظهور ال AI بيقود البشر للثقة في القرارات البشرية بدرجة أقل من ثقتهم في ال AI نفسه. لكن الكارثة بجد في اختبار اسمه تورينج، والاختبار ده اتصمم لاختبار قدرة ال AI على تقليدنا، وهو ده الحد الفاصل الوحيد بيننا وبين ال AI والروبوتس. وبالفعل ما اجتازوش الاختبار ده لحد النهارده، بس تخيلوا معايا لو اجتازوا الاختبار ده. المشكله ان مع نمو الحسابات المعتمده على ال AI من حيث عدد المتابعين هتلاقوا ان كتير جدا منهم مزيفين، بس زياده عدد المتابعين بقى بيضفي الشرعيه على الحساب بالنسبه للمستخدمين الحقيقيين. وحاليا السوشيال بالنسبه لنا هي مصدر الاخبار الرئيسي لكتير جدا مننا. استراليا مثلا 46% من الاشخاص اللي عمرهم من 18 ل 24 سنه في خلال السنة اللي فاتت بس بياخدوا كل الأخبار من السوشيال. السنة اللي قبلها كان 28%، تخيلوا الفرق 28 46% في سنة واحدة. وطبعا مش كل المعلومات صح 100%، في دراسة اتعملت سنة 2018 حللت 14 مليون تغريدة. في 2016 و 2017 لقوا ان الاي اي نشر مقالات من مصادر غير موثوقة بشكل كبير قوي، وعلى حسابات كانت بتضم اعداد كبيرة جدا من المتابعين. تم اكتشاف ان النهج ده في التلاعب بوسائل التواصل عمل احداث اطلاق نار جماعية في امريكا بالتحديد سنة 2019 بسبب المنشورات اللي تم مشاركتها عن طريق الاي اي. ساهمت بشكل كبير قوي في المناقشه العامه، والموضوع ده ضخم وشوه الروايات اللي ليها علاقه بالاحداث المتطرفه. حجم التاثير ده مهم جدا بالنسبه لنا، خصوصا مع التطورات الاخيره والواسعه جدا بتاعه الاي اي. في النهايه لازم تعرفوا ان انا ما اقصدش ان كل حاجه بتشوفها مزيفه، لكن انا بقول لكم حطوا نظريه الانترنت الميت في حجمها الطبيعي، يعني ما تستقلوش بيها. حريه انشاء الافكار ومشاركتها على الانترنت هو اللي خلاها قويه قوي، وطبيعي جدا ان القوه دي هي اللي بيسعى ليها الفاعل السيء السيطرة عليها. حبيت ان اتكلم في الموضوع ده لان كان الهدف الاساسي من الاي اي هو انه يعمل تغيير بسيط في الطريقة اللي بنبص بيها للعالم. لحد لحظة حلقتنا يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.